هناك محميات وعم نشوف بجرائم الأخيرة بيلتجوا لزعمائهم. مين بيقوس؟ كلهم محسوبيات، كلهم محسوبين على ناس. دخل وزير الداخلية وعلقت بين وزير الداخلية ووزير العدل. بده يجي يوم وحزب الله يبرم للداخل. الشرخ بين السني والشيعي عم بيزيد، وانا هذا الشرخ ما بدي اياه وما بحبه وعايشه. شو الحل بالنسبة لك؟ حتى بده يأمن بلبنانيته، بده يأمن بجيشه. منه لبناني حزب الله؟ ما عندك ثقة فيها هذه الطبقة السياسية الحالية؟ هاي الطبقة السياسية اللي بدها تعمله؟ هذه الطبقة بدها حرق كلها. عم نحكي سياسي الأحد 4:15 على الـ LBCI والـ LDC.